المرضى رغم قساوة المرض، إلا أن الابتسامة لا تفارقهم. نبقى دائما مشاهدين في اليوم العالمي للسرطان، أن يجهل الجزائريون مخاطر بعض اللوازم والمستعملات اليومية كالكؤوس البلاستيكية والمسخنات الغذائية وغيرها، وسط غياب تام للرقابة ونقص ثقافة التغذية السليمة. أكثر تفاصيل في سياق تقرير حمزة بن هويس وعادل غضبان. حوالي 19,000 جزائري يموت كل سنة بسبب السرطان، هي إحصائيات صادمة أكدها المعهد الوطني للصحة العمومية في اليوم العالمي لمكافحة السرطان. الكثير من الجزائريون يجهلون نظام التغذية السليمة والوقاية من السرطان، فهناك مواد تستهلك دون رقابة يحذر منها الأخصائيون. الحاجة اللي عندها أهمية في حياتنا اليومية هي استعمال بعض اللوازم تاع التغذية، مش المواد الغذائية، اللوازم اللي تحفظ هذيك. نعطيو حاجة اللي يلي للأسف راهي انتشرت بصفة شيطانية في بلادنا، هما واش يسميو لي غوبلي، وكاين غوبلي صغار مايان وكذا، وسبحان الله العظيم انتشرت. الكؤوس البلاستيكية وأجهزة التسخين وغيرها من المسببات الرئيسية والتي تداولت بشكل رهيب وسط الأفراد على اختلاف أعمارهم، في ظل غياب الرقابة على المواد الاستهلاكية والجهل التام بمحتوى ومصدر صناعتها. وهنا نشرب القهوة في الكوبلي، عندي واحد كاترون ولا سانكون، سامع على باليش يعني يديروا أمراض ولا قهوة. لا بلي بالك فيهم لي كوبلي، قهوة كامل فيهم لي كوبلي. ما على باليش. الوقاية من مرض السرطان تعتمد بصفة خاصة على النظام الغذائي السليم، دون جهل مصدر ومحتوى المادة المستهلكة وكيفية ومدة حفظها. اولا تحسيس المواطن كي يشوف مدى المواد البلاستيكيه اللي نوظبوا بها المواد الغذائيه، احنا فيه مرسوم تنفيذي يتعلق بالملوثات لي كونتامينون، اللي يلزم على كل مهني باش يوضع رمز باللي هذاك البلاستيك ولا هذاك الماده اللي وظب بها الماده الغذائيه هي غذائيه، يعني اليمونتير. تبقى الثقافة الغذائية حبسة مقترحات لمواجهة هذا الداء الذي فتك بالكثير نتيجة غياب الرعاية الصحية والثقافة الاستهلاكية واعتماد مبدأ الوقاية خير من العلاج.